خلاص فقد الامل في كل حاجه، تخين تخين وقت 185 المرض كيلو. كانت أصعب فترة، ده كان ايه، غده درقيه؟ غده درقيه، غده درقيه الفيروس توقفت نادي. عن العمل. مش تتشال ولا ده، توقفت. انفصال؟ لا والله. وقعدت ثلاث، طلقني رمى علي مين الطلاق وطلقني. عشان تمشي، عشان تمشي، عشان امشي الاوضه جوه. قعدت ثلاث ايام في الاوضه، انا قعدت ثلاث ايام في الاوضه ما بتحركش ولا بقول لماما حاجه ولا ومامته ما تعرفش حاجه، كله ما حدش يعرف حاجه، وانا قاعده في الاوضه ما بتحركش، ويزعق وهي ما عندهاش دم خلوها تمشي هي ايه، وانا قاعده. تالت يوم ما اعرفش لقيت نفسي في المستشفى، ما اعرفش ماما اللي هو قاعد بيبوس في ايدي ورجلي وانا اسف، انا كل بعمل كل، انا كنت حاسه انا رايح خلاص يعني متكل على الله. والله فمش عايزها تتعذب يعني، خايف بالزبط. عليها فلو كنت عايزه اطلقها علشان يعني اموت لوحدي في صمت بقى. دراما يعني. دراما برضه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.